مع تنامي استخدام العلامة التجارية للقطن المصري عالميا بشكل مزيف، دفع العديد من القائمين على الصناعة في مصر تنظيم حملة لمواجهة المنتجات المزيفة التي تحمل جودة القطن المصري. ومع ارتفاع أسعار القطن عالميا تزايد الاهتمام بالقطن المصري طويل التيلة. التقرير التالي يلقي الضوء على صناعة القطن في مصر. ذهب مصر الأبيض، هكذا كان يطلق على القطن المصري الذي يلقى تقديرا عالميا لميزة أنه طويل التيلة، وهو ما يعني أن ألياته أطول، ما يتيح إنتاج منسوجات أعلى جودة وأخف وزنا وأطول عمرا. ونظرا لقلة إنتاج القطن المصري الأشهر في العالم، ومع انخفاض مخزون القطن العالمي، خلط بعض الموردين غزلا وأقمشة أقل جودة وباعوها على أنها قطن مصري. وتقدر جمعية قطن مصر التي تعطي شعارا رسميا لموردي القطن المصري بنسبة 100% أن نحو 90% من الإمدادات العالمية للقطن المصري العام الماضي كانت مغشوشة. في اهتمام كبير من الحكومة حاليا وخصوصا وزارة الصناعة بتحديث السلسلة نفسها كلها بتاعت الإمداد لصناعة النسيج في مصر. فمتوقعين إن شاء الله السنة الجاية القطن المصري هيبتدي يرجع تاني بعد ما وصل السنة دي لأسوأ رقم في تاريخه. من السنين الجاية إن شاء الله هيبقى القطن المصري هيرجع إلى عرشه العظيم السابق بإذن الله إن شاء الله. ارتفاع أسعار القطن محليا قبل بدء موسم زراعته الشهر المقبل، والحملة التي تنظم على المنتجات المغشوشة التي تباع تحت اسم القطن المصري في العالم أدى لزيادة الاهتمام بالمحصول المصري الأشهر الذي عانى الإهمال منذ فترة طويلة، كما أن انخفاض قيمة الجنيه المصري في أعقاب تحرير سعر صرفه أمام الدولار في نوفمبر الماضي زاد الطلب على القطن الشهير، الأمر الذي يعيد الروح لصناعة تاريخية كانت في مرحلة الاحتضار. السنة دي يعتبر القطن على المواصفات اللي احنا بنشوفها ان في تحسين، فنعم بان مفيش في اهدار، فيش لوسز، فيش يعني مفيش مشاكل في التشغيل. في وقت يعاني الميزان التجاري المصري من عجز كبير وتسعى الحكومة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني ركودا، يمكن للقطن أن يقوم بدور كبير من خلال زيادة إنتاجه وتصديره، فقد منعت الدولة في 2016 زراعة كل بذور القطن باستثناء عالي الجودة، ما تسبب في انكماش الرقعة المزروعة بالقطن بشكل كبير، لكنه حافظ على الجودة. وتقدر وزارة الزراعة الأمريكية أن مصر ستنتج الموسم الزراعي الحالي نحو 160 ألف بالة قطن، أي نحو نصف إنتاجها من المحصول في العام السابق.